السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، مع الحلقة الرابعة من فقه الصيام، وقد وصلنا إلى الأيام التي نهي عن صيامها. فقد جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام معينة نبينها فيما يلي: جاء النهي عن صيام يومي العيدين، فقد أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين سواء أكان الصوم فرضا أم تطوعا، لقول عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين. أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، هكذا علله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم، رواه أحمد والأربعة. النوع الثاني الذي نهينا عن صيامه النهي عن صوم أيام التشريق. لا يجوز يا إخوة صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر، عيد الأضحى، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: ألا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل صائحا يصيح: ألا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال أو تبعل، يعني لقاء الزوج بزوجته. اليوم الثالث النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا. يوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي، ولذلك نهى الشارع الحكيم عن صيامه. وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة وليس للتحريم، إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، أو وافق عادة له، أو كان يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فإنه حينئذ لا يكره صيامه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي صائمة في يوم جمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. وعن عامر الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن يوم الجمعة عيدكم، فلا تصوموا إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وقال علي رضي الله عنه: من كان منكم متطوعا فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وفي رواية عند مسلم قال: ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني صوم متتالي، وهكذا. النوع الرابع النهي عن إفراد يوم السبت بصيام. فعن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود الشجرة فليمضغه. والكراهة هنا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون السبت، وكان نهج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مخالفة هؤلاء. وفي رواية لأم سلمة كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول: إنهما عيدا المشركين، فأنا أحب أن أخالفهم.
أما النوع الخامس النهي عن صوم يوم الشك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم. والمقصود يوم الشك اليوم الذي هو إما من شعبان وإما من رمضان، فالمسلم يتبع جماعة المسلمين ولا ينفصل عنهم ولا يصوم ذلك اليوم إن لم يعلن أنه من رمضان، لأن وحدة المسلمين هي الأولى. وقال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصوم ذلك اليوم، يقصد المتعود والذي يصادف اثنين أو خميس، مع أن الأولى كما قلنا أن يلتزم جماعة المسلمين. النوع السادس النهي عن صوم الدهر، يعني أن يصوم الإنسان السنة كاملة بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها، لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهة ولا يكون قد صام الدهر كله، هكذا روى مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد أقر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حمزة الأسلمي على سرد الصيام وقال له: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وقد تقدم والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإن ذلك أحب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى. النوع السابع النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها حاضر حتى تستأذنه. طبعا معروف السبب يا إخوة أنه قد يطلبها، أو طبعا هذا أيضا في حقه، لا يصوم إلا إذا أخبرها فقد تطلبه فيمتنع هذا بسبب الصيام فيقع في الحرج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان، فإن كان غائبا فتصوم ولا حرج إن شاء الله تعالى. النوع الأخير النهي عن وصال الصوم، يعني أن يوصل النهار بالليل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. نقف إلى هنا إن شاء الله تعالى، ولنا لقاء في الموضوع القادم وهو صيام التطوع. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام والدعاء، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.